ممكن يكون لها تستدعي ضرب جزاء. سندة خفيفة جدا من كاميني مارتيني. خلاص في النهاية عندنا قرارات لنرى من سينفذ هذه الركلة، على ما أظن أحمد شديد قناوي. أحمد شديد وكاميني يتألق، ولكن في النهاية الكرة تعاند حرس الحدود وتبتسم لأصحاب الديار، أصحاب الدار في ابتسامة وعلى موعد مع الفرحة.